بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا النهاردة عن hemolytic anemias. نبدأ بالintroduction. hemolytic anemias are caused by destruction of red blood cells. كل مشكلة hemolytic anemia انه في excessive destruction. تمام؟ excessive destruction of red blood cells. Red cells normally survive about 120 days, but in hemolytic anemias the red cell survival times considerably shortened. Breakdown of normal red cells occurs in macrophages of the bone marrow, liver and spleen, وده بنسميه reticular endothelial system. Reticular endothelial system هو عبارة عن البون مارو والليفر والسبلين. Reticulocytosis. Reticulocytes are immature red blood cells which is released prematurely. احنا قلنا في المحاضرة بتاعت الايرون deficiency ان الريتيكولوسايت indicates الاكتيفيتي اوف بون مارو. ايه هو السايت اوف هيموليسيس؟ ده بيحدد نوع الهيموليسيس. سايت اوف هيموليسيس ممكن يكون اكسترا فاسكولار هيموليسيس بره الفيزل، بره البلاد فيزلز، او انترا فاسكولار هيموليسيس. الاكسترا فاسكولار هيموليسيس ان موست هيموليتيك كونديشنز، اغلب الهيموليتيك انيمياز بتكون اكسترا فاسكولار هيموليسيس، بيحصل destruction extravascular. Red cells are removed in the circulation of macrophages in the reticuloendothelial system, particularly in the spleen. لكن ال intravascular hemolysis ده بيحصل rapid destruction of red cells within the circulation، ويحصل libration of hemoglobin into the plasma. عشان نفهم الهيموليتيك انيميا كويس لازم نعرف فيت اوف هيموجلوبين ان انترافاسكولار هيموليسيس. الهيموجلوبين از انيشيالي باوند تو بلازما بروتين اللي هو الهابتوجلوبين زي ما قلنا قبل كده، بات ذيس ار سون بيكام ساتوريتد. اكسس فري بلازما هيموجلوبين اللي لما بيحصل ديستراكشن زياده بيزيد الهيموجلوبين اللي فري، ويبدا يبقى ابتيكن باي رينال جلوميرولس ويدخل اليورين، ويسمى ده اسمه هيموجلوبينوريا. Small amounts are reabsorbed by renal tubules when they are broken down، ويحصل deposition للهيموجلوبين into cells، وده اسمه hemosiderin. لما الهيموجلوبين يترسب في الخلايا اسمه hemosiderin. This can be detected in the sediment of urine. Some free plasma hemoglobin are oxidized into methemoglobin which dissociated into ferrihem and globin. Ferrihem becomes attached to albumin واسمه ميت هيم albumin. Liver removes الهابتوجلوبين. طيب ايه الايفيدنس اوف هيموليسيس؟ الايفيدنس اوف هيموليسيس اللي بيدل لي على هيموليسيس في الانفستيجيشنز بتاعتي، increased red cell breakdown بيؤدي الى جوندس عشان يرفع السيرم بيلروبين والانكونجيوجيتد بيلروبين، لان الهيموجلوبين لما بيتكسر بيتكسر لهيموجلوبين، والهيم من نتائجه انه بيتحول لانكونجيوجيتد بيلروبين. هيزيد يحصل اكسس يوريناري يورو بايلينوجين، ويزيد اللاكتيك دي هيدروجينيز انزيم ال دي اتش، ويحصل سبلينوميجالي، وده كله نتيجه increase the red cell breakdown. increase the production، هيبدأ بقى المرو يستجيب ان يزود ال production of red cells ك compensation ل increase the breakdown. فده هيخليني يحصل معايا reticulocytosis، ويحصل معايا erythroid hyperplasia of the bone marrow. طيب ايه ال evidence لل hemolysis برضو تاني؟ abnormal red cells هنلاقيها في الهيموليتيك anemia، اللي هي ايه ال abnormal red cells؟ اللي هو spherocytes أو sickle cell أو red cell fragments. also ممكن نلاقي في evidence ده كله ده بيدل على إن في hemolysis، لكن لو كان في intravascular بقى hemolysis هيزيد ال level of hemosiderin in urine hemosiduria، ويكون very low haptoglobin عشان الهابتوجلوبين بيبدأ يرتبط بالهيموجلوبين بشكل كبير فيقل الهابتوجلوبين أو يبقى absent خالص. كمان يحصل presence of met hemalbumin. هيموليتيك انيميا بتنقسم هيموليتيك انيميا ل inherited causes، اسباب inherited تبقى runs in families، او يكون acquired يكون البيشنت عنده الفاميلي هيستوري بتاعه نيجاتيف لكن هو acquire السبب للهيموليسيس. ال inherited causes دي اسباب بنشوفها كتير خالص. زي ايه؟ بتنقسم ل 3 اقسام:
ريد سيل ميمبرين ديفكت، في مشكلة في الريد سيل ميمبرين بتاع الار بي سيز ده، عشان النتيجة ده بيغير شكل الار بي سيز، فممكن تكون هيريديتري سفيروسايتوزس او اليبتوسايتوزس. ممكن يكون في هيموجلوبين ابنورماليتي، نوع الهيموجلوبين نفسه مش مظبوط او مش هو النورمال، وده بيخلي الخلية الار بي سيز vulnerable اكتر، معرضة اكتر للهيموليسيز زي الثلاسيميا and sickle cell disease. في ميتابوليك ديفكت ممكن تكون موجودة في الميتوكوندريا زي جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز ديفيشنسي او بيروفيت كاينيز ديفيشنسي. يبقى دي اشهر اسباب الانهيرتد، يا اما يكون مشكلة في الريد سيل ميمبرين او في الهيموجلوبين نفسه اللي جوه الار بي سيز، او ميتابوليك ديفكت في الميتوكوندريا. واشهر الاسباب اللي احنا بتهمنا الهيريديتري سفيروسايتوزس والثلاسيميا والسيكل، وكمان جي 6 بي دي او جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز ديفيشنسي، دول اللي يهمونا بشكل كبير. غير الانهيريتد كوزز اوف هيموليتيك انيميا، في اكوايرد كوز، اسباب مكتسبه. الاكوايرد كوزز زي ايه؟ بتنقسم الى اميون ونون اميون. اميون يعني مناعيه، مشكله في ايرور في الاميونيتي. اميون بتنقسم الى فيرز، هنقسمها تاني لاوتو اميون او الو اميون او دراج انديوسد. الاوتو اميون يا اما وورم او كولد هيموليسيس، والالو اميون زي ايه؟ زي الهيموليتيك ترانسفيوجن رياكشنز والهيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن وافتر الوجينيك بون مارو ترانسبلانت او اورجان ترانسبلانت او دراج انديوسد هيموليسيس. يبقى الاميون هنقسمه الاوتو اميون لوحده، الجسم بيبدا يكتشف خطا الار بي سيز ويبدا يهاجمها، وده بيبقى ورم هيموليسيس او كولد هيموليسيس حسب احنا بنعمل انفستيجيشنز ازاي، والكلام هيجي عنه تفصيلا. الالو اميون لا، المشكله انه في حاجه حصلت من بره عملت ستيميوليشن للاميون سيستم، اللي هو زي هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، واحد بياخد دم فحصل له هيموليسيس، او هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن، النيو بورن والام بتاعته في مشكله، في مس ماتش ما بين فصائل الدم بتاعتهم ما بين الام والنيو بورن، بيحصل هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن، او افتر الوجينيك بون مارو ترانسبلانت، وفي محاضره مخصوص للبون مارو ترانسبلانت هتعرفوا عنها كتير، او يكون دراج انديوسد، دراج عمل اتاتش، عمل هايبر سنسيتيفيتي او اوتو اميونيتي بشكل او باخر، وعمل اميون رياكشن وهيموليسيس. ممكن الهيموليسيس ده يحصل نون اميون. النون اميون هيموليسيس بيحصل بينقسم لاربع انواع: اكوايرد ميمبرين ديفكت، بدا يبقى في ميمبرين ديفكت للار بي سيز، ار بي سيز ميمبرين ديفكت بس اكوايرد مش انهيريتد، وده اسمه باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا او ميكانيكال ابنورماليتي، يعني في ميكانيكال ديس اوردر زي المايكرو انجيوباسيك هيموليتيك انيميا، او واحد مركب فالف بروسيسز فلما تعدي عليه الار بي سيز تبدا تخبط فيه يحصل ميكانيكال ديستراكشن، او يبقى في مارش هيموجلوبينوريا، او يكون في سيستميك سكندري سيستميك إلنس زي رينال اند ليفر سيل فيلير. ممكن في اسباب تانية جنرال زي الانفكشنز، ومن اشهر الاسباب المايكوبلازما نوموني، يعني واحد يكون عنده نمونيا بمايكوبلازما يبقى ده مشهور معاه هيموليسيس كمان، يعني هو عنده نمونيا وكمان معاه هيموليسيس، او الملاريا او جنرالايزد سيبسيس، ده من انواع الانفكشنز، او من دراج او كيميكالز تعمل ديستراكشن نون اميون، او يكون في هايبر سبلينيزم، السبلين كبير فبيبدا يكسر بزياده، الاكتيفيتي بتاعته بتزيد، ومش شرط طبعا ان يكون سبلين كبير عشان يحصل هايبر سبلينيزم، ممكن تكون الفانكشن بتاعته زياده من غير ما يكون حجمه كبير، او يكون في بيرنز او حروق اكستنسيف بيرنز بتؤدي الى هيموليسيس للبلاد. هنبدا الهيموليتيك انيمياز بالانهيرتد كوزس، ونبدا من الانهيرتد بالريد سيل ميمبرين ديفكتس. النورمال ريد سيل ميمبرين عباره عن تو ليبيد باي لاير، يعني لايرز، اتنين ليبيد باي لاير كروسد باي انتجرال بروتينز with an underlying cytoskeleton of protein، زي ما احنا شايفين في الشكل اهو، عباره عن الجدار الخليه عباره عن تو ليبيد باي لاير وفيها انتجرال بروتين في النص متداخل معاها مع السيتوسكيلتون اوف بروتين. من الريد سيل ميمبرين ديفكت اشهر نوع اللي هو الهيريديتري سفيروسايتوزس. الهيريديتري سفيروسايتوزس الموست كومن انهيريتد هيموليتيك انيميا، مشهور جدا وموجود بنسبه كبيره، انهيريتد از اوتوزومال دوميننت، يعني اوتوزومال دوميننت سائد ومش متنحي عن طريق الصبغيات الجسديه، بيكون دوميننت
بيحصل في 25% من العيانين، ما يكونش اوتوزومال دوميننت، يبقى في سبونتينيوس ميوتيشن بيحصل. هيريديتري سفيروسايتوزس بيحصل عشان في ديفكت في الريد سيل ميمبرين، بوسيبلي بيكوز الليبيد باي لاير بتبقى ان اديكويت سبورتد باي ميمبرين سيتوسكيليتون. السيتوسكيليتون ده بيكون مفيش سبورت فيه كويس، بيكون فيه ابنورماليتي فيه، وبالتالي بيكون فيه ايه افكشن للفانكشن. ازاي؟ عن طريق انكريز برميابيليتي، بيزيد البرميابيليتي للصوديوم، بيزيد دخول الصوديوم للخليه، فيبدا تبقى الخليه تنتفخ ويبقى شكلها سفيروسايت، سفيروسايت مدوره زي الكوره كده، ما يكونش شكلها باي كونكيف اللي هو النورمال شيب بتاع الار بي سيز. سفيروسايتس ار مور ريجيد وليس ديفورمابل. المشكله ميزه الار بي سيز لما تكون باي كونكيف انها بتدخل في اي مكان في الشعيرات الدقيقه الصغيره، تدخل وتتحرك وتبقى فليكسيبل كده، وتبقى ديفورمابل، تقدر تتغير شكلها بحيث تدخل لابعد الاماكن واصغر الاماكن من السمول كابيلرز. لكن لا، السفيروسايت لا، هتبقى مور ريجيد وليس ديفورمابل، هتبقى مش قادره على تغيير شكلها، فده بيخليها ما تعديش خلال السبلينيك مايكرو سيركيوليشن ويحصل لها ديستراكشن. ايه هي الكلينيكال فيتشرز في هيريديتري سفيروسايتوزس؟ ممكن عيان يجي اسيمتوماتيك من غير اي سيمتومز خالص، او يجي بجوندس ات بيرث يبقى شبه هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن، او يكون جاي بانيميا وسبلينوميجالي وليك السرز، او يكون معاه كرونيك هيموليسيز يعمل بيجمنت جول ستونز، يجيب ابدومينال بين، سيفير ابدومينال بين مثلا، او كرونيك ابدومينال بين في الجول بلادر بسبب بيجمنت جول ستونز، او في بعض الانواع من الهيموليتيك انيمياز بتيجي بكومبليكيشنز بتحصل مع بعض العيانين زي الابلاستيك انيميا او ابلاستيك كرايسيس، ودي بتحصل مع انفكشن خصوصا بسيرتن فيروس اسمه بارفو فيروس، او يحصل ميجال بلاستيك كرايسيس او ميجال بلاستيك انيميا اون توب اوف هيريديتري سيوسايتوزس. ده بيحصل فوليت ديبليشن من كتر الهيموليسيس، بيبدا يحصل ريلاتيف ديفيشنسي للفوليك اسيد، وبالتالي هيحصل ميجال بلاستيك انيميا مع بعض البيشنت. investigations هنشوف ايه في السي بي سي، هنلاقي فيه انيميا is variable severity، ممكن طبعا نلاقيها ابلاستيك انيميا تكون نورموسيتيك نورموكروميك، او نلاقيها نورموسيتيك عشان هي هيريديتري سفيروسايتوز من غير اي مشكله، او يكون كمان ميجالو بلاستيك ماكروسيتيك انيميا ومعاها ريتيكولوسايتوزس، يعني كمان ممكن لما الريتيكولوسايتس تكون زايده يبقى اكيد الانيميا دي هتكون ماكروسيتيك. البلاد فيلم هنشوف فيه سفيروسايتس، ان كانت السفيروسايتس زي ما قلنا قبل كده مش سبيسيفيك للهيريديتري سفيروسايتوزس، ممكن نلاقيها مع اي نوع من انواع الهيموليسيس. هنلاقي كمان ايفيدنت هيموليسيس ازاي، من خلال الاريثرويد هايبربليزيا اللي في البومارو، هنلاقي فيه انكريزد انكونجوجيتد بيدروبين هيزيد، واليوروبايلينوجين هيزيد، والال دي اتش هيبقى انكريزد برضو. السبيسيفيك تيست لل هيريديتري سفيروسايتوزس هو اسمه اوزموتيك فراجيليتي تيست، بنعمل تيستنج الفراجيليتي بتاعه الار بي سيز والبرميابيليتي بتاعتها اللي هي الابنورماليتي اللي موجوده في الديزيز ده، ان النورمال ريد سيلز لما بنحطها في هايبوتونيك سلاين او هايبوتونيك سولوشن هتبقى ابزورب ووتر وسوالوينج ولايس، لكن يعني تشرب الميه وتبقى سويلينج يحصل لها سوالوين تنتفخ وتتكسر تتحلل. لكن السفيروسايت لا، كود كومبنسيت الهايبوتونيك سولوشن اقل و يعني الباي كونكيف تيست، ويبقى الاوزموتيك فراجيليتي تيست از انكريزد، يحصل هيموليسيس ات هاير دايلوشن. تمام. ذا بيشنتس اوف هيريديتري سفيروسايتوز لو عملنا لهم الكومبس تيست اللي هو الدايركت كومب هيكون نيجاتيف، عشان نعمل رولينج اوت للاوتو ايميون هيموليتيك انيميا لو عملنا لهم الكومبس تيست هيبقى نيجاتيف. وادي شكل بلاد فيلم، وفيه هيريديتري سفيروسايتس الخلايا اللي عليها اسهم دي شكلها مدور ازاي اهي باينه. تمام. يبقى ما فيهاش سنترال بالور، الخلايا اللي هي ما فيهاش سنترال بالور في النص ديت، دي هي السفيروسايتس. تمام. نوصل للتريتمنت اوف هيريديتري سفيروسايتوزس. سبلينكتومي في الحالات اللي هي المودريت تو سيفير، الحالات المايلد ما بنعملهاش سبلينكتومي لاهميه السبلين. طبعا العيانين اللي بيشيل لهم السبلين بيبقوا عرضه للاوفر ويلمنج فيتال انفكشن،
ممكن يبقى يدخلوا في سيفير نمونيا، يدخلوا في اي مشكله من مننجايتس، اي مشكله كبيره. طبعا عشان دور السبلين ان اميونيتي، فبنحاول ناخر خطوه السبلينكتومي قد ما نقدر لحد ما يبقى المشكله مودريت تو سيفير. السبلينكتومي لازم اي عيان بيعمل سبلينكتومي لازم بنوصيه بالبروبر اميونايزيشن، وممكن يحتاج يمشي على لايف لونج بنسلين. كمان لازم نعوض الفوليك اسيد ديفيشنسي اللي بيحصل مع العيانين اللي بتوع الهيريديتري. طبعا احنا قلنا من كتر الهيموليسيز بيحصل اكتيفيشن للبور مارو، ويبقى في هايبر اكتيف مارو، وفي احتياجات بتزيد للفوليك اسيد، فبالتالي لازم احنا نديله الفوليك اسيد بروفيلاكتيكالي. هيريديتري اليبتوسايتوزيس ده ديس اوردر في الريد سيل ميمبرين برضو زي الهيريديتري سبيروسايتوز، بس شكل الخليه بيكون اليبتيكال. ده بيحصل فيه ديفيشنسي بروتينات معينه، هي بروتين 401 او سبكترين واكتين 401 كومبلكس. ده بيؤدي برضو لنفس المشكله ميمبرين ديفكت، وبيدي نفس الباسو جينيسيس اللي احنا حكينا عليه من شويه، والتريتمنت بتاع العينين دول بيكون برضو سبلينكتومي. نيجي للنوع الثاني من انواع الانهيرتد ديفكتس، انهيرتد ديفكتس اللي هو الهيموجلوبين ابنورماليتيز. الهيموجلوبين اصلا زي ما قلنا قبل كده في هيموجلوبين الادلت هيموجلوبين اللي هو هيموجلوبين A، ده بيكون عن بيكون 97% من الهيموجلوبين الادلت نورمالي، بيكون عبارة عن 2 الفا تشين و2 بيتا تشين. في منه فارينت اسمه A2 ده عبارة عن 2 الفا و2 دلتا، والهيموجلوبين F اللي هو الفيتال هيموجلوبين اللي هو 2 الفا و2 جاما. طبعا اختلاف النوعيه بتاعت الاذر تشينز دي ربنا خلقنا فيها نورمالي، عشان الفيتال هيموجلوبين بيكون ليه هاير افينيتي للاكسجين، عشان ياخد كميه الاكسجين كفايه عشان يبدا يكبر انترا يوتراين، فبيبقى نوع الهيموجلوبين هيموجلوبين اف، ويبدا يتغير بمجرد ما الطفل ات بيرث، يبقى 80% يتحول من هيموجلوبين اف لهيموجلوبين A، و20% بعد ما يتولد. تمام، فهو اصلا الميزه في الفيتال هيموجلوبين انه ليه هاير افينيتي عن هيموجلوبين A، فيسحب كميات كفايه ليه من الاكسجين من المذر. فدي اهميه ان الواحد بيكون سبحان الله في بدايه الحياه الانترا يوتراين ان يكون هيموجلوبين اف. وزي ما بقول لكم ان السنسز بتاع بيتا تشين بيبدا على 13 اسبوع اوف جيستيشن وينتهي الترم، بحيث ان الطفل بيتولد معاه 80% هيموجلوبين، يبدا يتحول 80% منه الهيموجلوبين A، ويفضل 20% بس هيموجلوبين F، وده بيتحول مع الوقت يبقى 97% نورمالي هيموجلوبين A. ازاي بيحصل الكونفرجن ده؟ الاكزاكت ميكانيزم مش معروف ايه هو. زي ما احنا قلنا بيبدا يتحول كل الهيموجلوبين F على 6 شهور لحد البيرث، بيبقى خلاص انتهى قصه هيموجلوبين F مع العيان. هيموجلوبين A2 بيفضل لليفل 2% خلال الادلت لايف. الجدول ده هيسهل الدنيا معانا شويه. نورمالي اهو هيموجلوبين A عباره عن 2 الفا و2 بيتا، وده 97% من الادلت هيموجلوبين. A2 2 الفا و2 دلتا، ده 2% بيزيد في البيتا ثلاسيميا. تمام، اللي هو ال A2 ده لما بيزيد بيبقى ده العيان ده بيتا ثلاسيميا، بيبقى اكتر من 2%. هيموجلوبين F ده بيبدا من يتكون من الثيرد مانس لحد الشهر التاسع، وده بيزيد في البيتا ثلاسيميا برضو اللي هو عبارة عن الفا 2 الفا 2 جاما. الابنورمال تشين برودكشن فيه بقى دول النورمال الموجودين الـ A والـ A2 والـ F. في انواع ابنورمال اللي هو الهيموجلوبين H والهيموجلوبين بارتس. الهيموجلوبين H ده 4 بيتا، وده بنلاقيه في الالفا ثلاسيميا، وده بيبقى مش مفيد بيولوجيكال يوزلس. والهيموجلوبين جاما بيبقى 100% منه جاما، وده برضو بيولوجيكالي يوزلس، بيبقى هوموزايجس الفا ثلاسيميا. طبعا دول غالبا بيحصلهم ديث ايرلي، الاربعه بيتا الاربعه جاما اللي هو هيموجلوبين اتش وهيموجلوبين بارس. ابنورمال تشين ستراكشر هو الاس اللي هو السيكل بتاع السيكل سيل انيميا، 2 الفا و2 بيتا اس، ده بيحصل سبستيوشن للفالين بالجلوتامين في بوزيشن 6 بيتا تشين. بيتا تشين عاديه بس في ابنورماليتي الامينو اسيد اتغير بنوع تاني، فده بيدينا السيكل سيل الانيميا اللي هي الهيموجلوبين اس. في هيموجلوبين سي برضو ده بيدينا نوع من انواع برضو الانيميا تاني. ايه انواع الهيموجلوبين ابنورماليتيز اللي بتحصل؟ زي ما قلنا قبل كده ان يكون الجلوبال تشين برودكشن فيه مشكله، فيها مشكله في البيتا او الالفا، وده بيحصل مع الثلاسيميا. لو كان في مشكله في تكوين البيتا بتبقى الفا ثلاسيميا يبقى كله الفا، او العكس.
تمام. structure بتاع الجلوبين تشين زي السيكل سيل قلنا بيتبدل الجلوتامين بالفالين، فده بيبقى structure نفسه بتاع الجلوبين تشين بيتغير، فتبقى سيكل سيل ديزيز. في كومبايند ديفكت للاثنين، ممكن العيان يحصل معاه مشكله في تشين برودكشن، وكمان التشين اللي بتتعمل اللي هي البيتا تشين بيبقى معاها السبستيوشن اللي احنا قلنا عليه من شويه، فتبقى العيان عنده الاثنين، عنده سيكل بيتا ثلاسيميا. الجينيتك ديفكتس دي بتكون ايه؟ هي بتكون انهيرتد وغالبا ايه جينيتك، ما بيحصلش الموضوع ده اكوايرد. نبدا باي ثلاسيميا. ثلاسيميا زي الانيميا البحر المتوسط، بيكون في ديفكتيف سينثيسز اوف جلوبين جين، تمام، بيبقى في امبالانس في الجلوبين جين، بيبقى في مشكله طبعا في تكوين التشينز، بيبقى يا اما البيتا هي اللي فيها مشكله يا اما الالفا، تمام. المشكله في تكوين الهيموجلوبين تشينز دي بتؤدي الى ان افكتيف ايروثروبويسيس، بيحصل بريسيبيتيشن للجلوبين تشين، بدل ما هي تبقى بوليمرايزد هتبقى لا بريسيبيتيتد الجلوبين تشينز دي، وتعمل ان افكتيف ايروثروبويسيس. الايروثروبويسيس نفسه اللي بيكون تكوين الريد بلاد سيلز بيكون ان افكتيف، بيحصل البريسيبيتيشن ده مع الوقت بيعمل هيموليسيس. يبقى انا عندي في مشكلتين في الباثولوجي، مشكله ان بيحصل بريسيبيتيشن للجلوبين في الريد سيل بريكيرسورز في المرو، او يحصل بريسيبيتيشن جلوبين تشينز في الماتيور ريد سيلز تعمل لي هيموليسيس. الثلاسيميا عباره عن ايه؟ عن مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، زي ما احنا قلنا قبل كده في محاضره الايرون ديفيشنسي، او المايكروسيتيك انيميا هي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. بيتا ثلاسيميا هو الموست كومن تايب اوف هيموليتيك انيميا في مصر، اشهر نوع للهيموليتيك انيميا عندنا في مصر هو البيتا ثلاسيميا، وده بيكون اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر عن طريق الصبغات الجسديه لكن متنحي، بيكون سينسز اوف بيتا تشينز كنترولد باي تو جينز. هو نورمالي السينسز بتاع البيتا تشين ليه تو جينز بتحكمه، يا اما واحد جين يحصل له ديليشن، وده يعني سبحان الله في اتنين جين، لو حصل لواحد بس منهم ديليشن هيبقى بيتا ثلاسيميا ماينور، هيبقى في ريدكشن بس للهيموجلوبين ايه سينسز، تمام. او يكون الاتنين جينز حصل لهم ديليشن، اتلغوا خالص مفيش، مش شغالين الجينز المسؤول عن تكوين البيتا تشين، فيديني بيتا ثلاسيميا ميجور او انترميديا، تمام. الماينور الثلاسيميا ماينور بيكون الريدكشن للهيموجلوبين A لحد 80% ويزيد الـ A2 والـ F لحد 10%، لكن في الانترميديا الهيموجلوبين A يدوب 10-30% بس، والهيموجلوبين F بيزيد خالص لحد 70-90%. طبعا المولوكولار جينيتكس في اصلا انواع كتير من الجينيتك ابنورماليتي، وغالبا بتكون بوينت ميوتيشن في نقطه معينه بيحصل ميوتيشن، وزي ما قسمناهم كلينيكال هنقسمهم ثلاسيميا ماينور او انترميديا او ميجور. الماينور دي او تريت دي بيكون ما فيش سيمبتومز، يبقى كارير ستيت. الثلاسيميا انترميديا ممكن يجيب مودريت انيميا، وغالبا يعني قليل لما يحتاج بلاد ترانسفيوجن، لكن الثلاسيميا ميجور بيجيب هيوج سبلين ويحتاج ريجولار بلاد ترانسفيوجن. الثلاسيميا تريت زي ما قلنا بتكون اسيمبتوماتيك، العيان عنده انيميا ممكن تكون مايلد او ابسنت، والريد سيلز بتكون هايبوكروميك او مايكروسيتيك، وبتكتشف مع ان العيان عنده انيميا مايلد بس مش بيتحسن، فنعمل له هيموجلوبين الكتروفوريسز نلاقيه ده لا ده ثلاسيميا تريت. ممكن بيبقى يتلخبط معايا انا كلينيكالي مع عيانين الايرون ديفيشنسي انيميا، لكن بيفرق عنه بايه؟ بالفيريتين والايرون ستورز هنلاقيهم نورمال. طبعا الفيريتين بيبقى لو في عيانين ايرون ديفيشنسي، والايرون والتي اي بي سي بيكون عالي زي ما احنا قلنا قبل كده في عيانين ايرون ديفيشنسي، لكن هما الاثنين بيبقوا نورمال في عيانين الثلاسيميا تريد. الهيموجلوبين الكتروفوريسيس هنلاقي فيه ريزد اي 2 او ريزد هيموجلوبين اف. الثلاسيميا انترميديا احنا قلنا انه العيان ممكن يبقى سيمبتوماتيك وتبقى مودريت انيميا من 7-10 الهيموجلوبين، وغالبا مش هيحتاج بلاد ترانسفيوجن بشكل ريجولر. الثلاسيميا انترميديا ممكن يبقى معاها كومباينيشن من يعني سواء ديفيشنسي سيفير ديفيشنسي للبيتا او الالفا، ممكن تبقى الاثنين، ويعمل لي ليس افكتيف ليس ان افكتيف ايروثروبويسيس وهيموليسيس. العيانين دول ممكن نضطر لسبلينوميجالي حسب الكورس اوف ديزيز، اذا لقينا الانيميا بتزيد ومش بتتحسن وحتى وبدانا ندخل في قصه ثلاسيميا ميجور هنبدا نعامله كثلاسيميا ميجور، لان الامور لا ماشيه مايلد وما فيش مشكله يبقى هيتعامل كثلاسيميا تريد. فممكن نحتاج الى ممكن العيان ده يبقى عنده سبلينوميجالي، ممكن عنده بون ديفورميتيز او ريكورنت ليج السرز او جول ستونز زيه زي الثلاسيميا ميجور.
عاملين الثلاسيميا ميجر اللي هم عندهم ابسوليوت ديفكت لتكوين البيتا تشين، دول اللي بيكون هوموزايجس، بيحصل العيان بيبدأ يبقى بريزنتد في اول سنة من حياته، بعد 6 شهور بيبدأ يظهر، لانه لحد الفترة الاولانية بيبقى كده كده الهيموجلوبين اف هو اللي شغال. بدأ الطفل يبقى فيلير تو ثرايف، مش بيكبر، بيكون عنده ريكورنت بكتيريال انفكشن، تمام، بيكون عنده سيفير انيميا زي ما احنا قلنا عشان السويتش اللي بيحصل، بيبقى عنده جنرال فيتشرز في هيموليتيك انيميا اللي احنا قلناها قبل كده، الجوندس والانكريزد ذا جوندس وانكريزد الانكروجيكيت بيروبين والهيموجلوبين بيقل والال دي اتش بيزيد، كل المانيفستيشن اللي احنا حكينا عليها في الهيموليتيك انيميا بتكون عندهم. بيبدا يحصل ري اكتيفيشن اوف هيماتوبويسيس اكسترا ميدلري، مش بس البون مارو يبدا يعمل بلد، لا كمان اكسترا ميدلري، فيحصل هيباتو سبلينو ميجالي عشان الاكسترا ميدلري هيماتوبويسيس، يحصل اكسس ميدلري اريثروبويسيس، يبدا يحصل اكسبانشن للمظله بتاعه البون مارو في السبيسز في الفلات بونز في الفيس والسكال، يديني الكلاسيك ثلاسيميا فيشز، اللارجد هيد وفرونتال بوسنج وبروميننت مالر ايمينانسز وبروتروجن اوف ماكزيلا وبروميننت ابر تيث. ممكن يجي بالاعراض اوف كومبليكيشن، مانيفستيشنز اوف كومبليكيشنز زي الريكرنت بلاد ترانسفيوجن. الريكرنت بلاد ترانسفيوجن مع العيان، بيدخل العيان في فوليوم اوفرلود، يحصل له انفكشن بهيباتيتس بي او سي او اي انفكشن تاني، او يحصل ايرون اوفرلود من كتر الدم اللي احنا بنديه ريجولارلي، يدخل العيان في ايرون اوفرلود او هيموسيدروزيس، ويحصل سكندري هايبر سبلينيزم بيزود النيد للترانسفيوجن، يدخل العيان في بان سيتوبينيا. ممكن بيجي باثولوجيكال فراكشر او جول ستونز او ليج ألسرز، او يدخل في كرايسيس زي ما احنا قلنا من شويه زي السفيرو سايتوزيس. ممكن يحصل اكيوت هيموليتيك كرايسيس او يحصل ابلاستيك كرايسيس لما يحصل انفكشن بالبار فيروس، او ميجالو بلاستيك كرايسيس لما يزيد الفوليك اسيد ديماندز. نعمل ايه انفستيجيشن لعيان الثلاسيميا؟ هنعمل الانفستيجيشن بتاعت الهيموليسيز العاديه سي بي سي، هنلاقي فيها ارتيكولوسايتوزس ونلاقي فيه انيميا، هنعمل ال ال دي اتش هنلاقيه عالي، الانكونجيكتد بيلروبين عالي، الهابتوجلوبين لو، والسي بي سي هنلاقي فيها مايكروسيتيك انيميا، تمام، ممكن نلاقي فيها تارجت سيلز. نعمل هيموجلوبين الكتروفوريسيس هنلاقيه زياده في الناس الثلاسيميا ميجر، هيوصل الهيموجلوبين اف لحد 70 إلى 90%. لو عملنا اكس راي للعيانين دول سكال اكس راي، هنلاقي هير اون اند ابيرنس اللي احنا شايفينه على الصوره على الشمال، هير اون اند ابيرنس ده عشان اكسبانشن للبون مارو بتاع الكورتيكال بون بتاع السكال. لو عملنا على الهاند هنلاقي فيه شكل الهاند فيه اكسبانشن للمارو زي ما احنا شايفين، شوف الهاند عامله برود فينجرز ازاي وفي وايدند مضل. مانجمنت اوف عيان، المانجمنت العيان الثلاسيميا ميجر، الايم اوف تريتمنت ان احنا نقلل الانفكتيف اريثروبويسيس ونمنع البون ديفورميتيز ونقلاو نورمال اكتيفيتي اند ديفلوبمنت، ندي ريجولار باكد ار بي سيز، تمام، بحيث نخلي الهيموجلوبين على 10، ما نزودش عن 10 عشان ما ندخلش العيان في ايرون اوفرلود. الترانسفيوجن ممكن يبقى من 4 من شهر لشهر ونص، وندي لونج تايم لونج تيرم فوليك اسيد سبلمنتس، ندي الهيباتيتس بي فاكسينيشن عشان العيانين من ريكرنت ترانسفيوجن ممكن يدخل في هيباتيتس بي، ممكن نحتاج نعمل سبينكتومي، وغالبا بنحتاج نعمل سبينكتومي عشان نقلل فرصة الهايبر سبلينيزم. بنحاول نأخره زي ما احنا قلنا قبل كده في الهيريديتري سبيروسايتوزس لحد سن بعد 6 سنين عشان نتجنب الاوفر ويلمنج انفكشن. ممكن نعمل كمان برينيتال دايجنوزس ونعمل انسيرشن نعمل جين ثيرابي يعني العيانين، وده مش شغال في مصر. يعني المشاكل الأساسية مع عيانين الثلاسيميا هو مشكلة كبيرة خالص اللي هي الايرن اوفرلود. الايرن اوفرلود بيحصل من الريبيت ترانسفيوجن وبيعمل دامج للاندوكراينال سيستم والليفر والبنكرياس واللنجز والكيدنز والميوكارديوم اوف ذا هارت، تمام، ودي المشاكل اللي بتعرض لها العيان الثلاسيميا وبتؤدي الى الوفاة بتاعته، تمام. فاحنا لازم بنمشي على ايرون كليتنج ايجنت، ادويه معينه تعمل كومبلكسز مع الايرون وتساعد على الاكسكريشن بتاعه، اسمه ديسفيروكسامين. ديسفيروكسامين ده بيتاخد سابكوتينيوس، مشكله ان هو بيتاخد 5 لـ7 ايام بالليل
كل اسبوع، تمام، وبيتاخد سبكوتينيس فمتعب، فدي مشكلة الديسفروكسامين. تمام، في انواع تانية بقت تظهر اورال اللي هي الديسفيرال، تمام، ده بيتاخد، في انواع بقت تظهر اورال بنديها للعيان، ودي احسن ودي متوفرة حاليا، بس الاكسبنس بتاعها عالي شوية، يمكن بيغطيها التأمين الصحي لبعض الاطفال، لكن موجودة وموجودة في مصر الحمد لله، وغطت خالص على الديسفيروكسامين، بدأنا نستخدمها اللي هي الاورال ثيرابي. الالفا ثلاسيميا دي بتبقى غالبا في جين ديليشن، مش بوينت ميوتيشن زي البيتا ثلاسيميا، بيبقى في فور جين ديليشن، وده ما يكون مفيش الفا تشين خالص، وده اسمه هيموجلوبين بارتس اللي هو 4 جاما، ده طبعا ما يقدرش يشيل اكسجين خالص الهيموجلوبين بارتس، وده بيبقى انكومباتبلز لايف، والفي تصبي داي انترا يوتراين اسمه هيدروبس فيتاليس، هيدروبس فيتاليس. ممكن يحصل 3 جين ديليشن، 3 دي جين ديليشن، ده يديني مودريت انيميا معاها سبلينوميجالي، ويبقى هيموجلوبين اتش ديزيز، بيبقى فيه هيموجلوبين ايه معانا وهيموجلوبين بارتس وهيموجلوبين اتش، الاتش ده هو 4 بيتا، وجود نسبة ال A2 هي اللي بتخلي العيان ايه يكمل في اللايف. تمام، ممكن يكون في 2 جين ديليشن، وده بيديني الفا ثلاسيميا تريت، يكون مع مايكروسيتوز ومايلد انيميا او من غير مايلد انيميا، ويكون 1 جين ديليشن يبقى سايلنت كارير، تبقى غالبا صورة الدم نورمال. ذا سيكل سيل سيندرومز، سيكل سيندرومز، السيكل سيل هيموجلوبين اللي هو قلنا هيموجلوبين اس، بيحصل سنجل بيز ميوتيشن في الادينين بيتحول لسايمين، بيحصل سبستيوشن للفالين انتو جلوتامين في السكس كودون اوف بيتا تشين، بيتغير الامينو اسيد الموجود على 6 كودون في البيتا جلوبين تشين، ممكن يكون هوموزايجوس ستيت اللي هو السيكل سيل انيميا، الاثنين هيموجلوبين اس، تبقى هيموجلوبين اس اس بدل بيتا اس، لا يبقى اس اس او اي اس. ممكن يحصل هيتروجينوس ستيتس اللي هي السيكل سيل تريت الهيموجلوبين اي اس، تمام، ده بيكون غالبا اسيمتوماتيك. ده بيحصل في افريقيا بنسبه كبيره، موجود في مصر والهند وجنوب اوروبا وكمان الميدل ايست عامه، وفي السعوديه ومصر بيبقى نسبه السيكل في حالات كتير سيكل سيل انيميا اللي هي اسمها انيميا الخلايا المنجليه. طيب ايه المشكله بقى انه الهيموجلوبين يتحول الى سيكل هيموجلوبين او اس هيموجلوبين؟ ايه مشكلته؟ ان الاكسجينيشن بتاعه هو المشكله، ان هو ايه بيكون لما يكون في اكسجين كويس بيبقى الهيموجلوبين اس ده سولوبل، لكن لو كان دي اكسجينيتد بيحصل يتحول لانسولوبل اند بوليمرايزد فورم، يبقى الفلكسيبيليتي بتاعت الخلايا بتقل، وبتبقى الخلايا تبقى مور ريجيد زي ما احنا قلنا قبل كده في السفيروسايتوزس، وتبدا الخلايا تبقى سيكل شكلها زي المنجل، وما تقدرش تدخل في الكابيلاريز الصغيره، وتبقى انترابد طبعا فين في الريتيكولو اندوثيليال سيستم، ويقلل السرفايفل بتاعها وتبدا تبقى ديستراكتد. تمام، كمان بتعمل اوبستراكشن للسمول فيزلز، تعمل لي انفاركشن، تمام، والسيكلينج ده بيبقى بيزيد امتى؟ بيزيد في الانفكشن والديهايدريشن والكولد اكسبوجر والاسيدوزيس او الهايبوكسيا، وسبب السيكلينج ده اللي هو الدي اوكسجينيشن اوف هيموجلوبين اس. دي اوكسجينيشن بيحصل مع السيتويشنز دي، مع الهايبوكسيا، الانفكشن، ديهايدريشن، كولد اكسبوجر او اسيدوزيس، ده بيزود السيكلينج. وادي شكل الخلايا السيكل، السيكل سيل اهي، بصوا عامله زي المنجل اهي، اهي الخلايا الابنورمال دي اللي في الصوره اللي مشاور عليها السهم على اليمين، وهتلاقوها بتدخل بقى تعمل اوبستراكشن وتعمل انفاركشن في الاماكن اللي تعمل لها اوكلوجن في السبلين او غيره ارتكل ادنسيل سيستم، بس غالبا في السبلين، وتعمل سبلينيك انفاركشنز، ممكن برضو في اي مكان كابيلر الصغيره وتعمل لي انفاركشن زي كده، تقلل البلاد سبلاي وتعمل انفاركشن. عيان السيكل سيل ديزيز بيجي بايه؟ بيجي بانيميا في الكرونيك هيموليسيس، بيبقى الهيموجلوبين ستيبل ما بين 6 ل 8، ممكن يقل اقل من كده لو حصل سبلينيك سيكوستريشن زاد ديستراكشن في السبلين، او حصل بلاستيك كرايسيس زي ما كان فيه في وصفنا في السفيروسايتوزس او في الثلاسيميا، او يحصل انكريزد هيموليسيس هيموليتيك كرايسيس، ده دول التلاته هيزودوا الفول في هيموجلوبين اقل من 6. بيجي العيان ممكن بكرايسيس، وانواع الكرايسيس في الكرايسيس او كرايسيس،
في السيكل سيل ديزيز انواع كتير، منها الفازو اوكلوزيف كرايسيس، ودي بتبقى بتيجي بدري من الايرلي بريزنتيشن، من اول سنين في الحياه. بيجي العيان باكيوت بين اوف هاندز اند فيت، داكتيلايتس، بيحصل انفلاميشن في الفينجرز عشان بيحصل فازو اوكلوجنز سمول فيزز اوف فينجر. بيجي بسيفير بين اوف بون، الفيمر والهيومرس والفيرتبري والريبس، ده بيجي مع الاطفال الاكبر سنا او الادلتس. ممكن يحصل ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن او يحصل اوتوسبلينكتومي، في اغلب العيانين بيحصل معاهم اوتوسبلينكتومي، ما يحصلش هايبر سبلينيزم، يحصل معاهم هايبو سبلينيزم عشان بيحصل مالتيبل سبلينيك انفاركشن، يكون في بين معاه في ليفت هايبوكوندريا. ممكن يحصل رينال وبالمونري وسيريبرال انفاركشن. يبقى الفازو اوكلوزيف كرايسيس كل المشكله انه الخلايا بدات الكرات الدم الحمراء تتحول للسيكل سيل ستيت، والسيكل سيل ستيت دي تعمل اوكلوجن للسمول بلاد فيزلز، وبالتالي هيؤدي ان الاماكن دي ما يروحلهاش الدم كويس فتحصل اوكلوجن وبين، يحصل انفاركشن في الاماكن دي سواء بدكتيلايتس او سيفير بين اون بون اوف بون، او يحصل ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن في الميزنتري، ويحصل سبلينكتومي او اوتو سبلينكتومي قصدي، او يحصل رينال بالمونري او سيريبرال انفاركشن. ده اسمها الفازو اوكلوزيف كرايسيس، ده اول نوع من انواع الكرايسيس اللي بتحصل في السيكل سيل ديزيز. بيحصل نوع تاني من الكرايسيس اسمه سبلينيك سيكويستريشن كرايسيس، بيحصل اكيوت بينفول انلارجمنت اوف ذا سبلين، ويحصل سبلينيك بولينج وسيكويستريشن بيزيد فيؤدي الى هايبوفوليميا، ممكن يعمل سيركولاتري كولابس اند شوك ستيت اند ديس. ده بيحصل في الاطفال اكتر، بيحصل مالتيبل انفاركشنز ويبدا البلاد يحصل له بولينج زياده في السبلين، ويبدا في ديكومبنسيشن في السيركيليشن وشوك وديس. ممكن يحصل ابلاستيك كرايسيس، وده بعد الفيرال انفكشن برضو بالبارفو باي فيروس او اي فيرال انفكشن، يحصل رابيد فول للهيموجلوبين ومفيش ريتيكولوسايتوزيس طبعا عشان المرو في فيلير للاريثروبويسيس. ممكن يحصل كمان هيموليتيك كرايسيس مع الاكيوت انفكشن، او يكون مع بعض العيانين معاهم كمان جي 6 بي دي ديفيشنسي او فوليت ديفيشنسي بيؤدي الى هيموليتيك كرايسيس. يبقى انواع الكرايسيس اللي بتحصل مع عيان السيكل، يا اما يكون فازو اوكلوزيف كرايسيس او سبلينيك سيكويستريشن كرايسيس او ابلاستيك كرايسيس او هيموليتيك كرايسيس، كل ده انواع الكرايسيس اللي بتحصل مع السيكل سيل ديزيز. اللونج تيرم كومبليكيشنز بتاعت السيكل سيل انيميا، بيحصل ديليد جروس اند ديفلوبمنت، البون بيبدا يحصل فازو اوكلوزيف ابيسودز كتير بتخلي العيان معرض للافاسكولار نيكروزيس خصوصا في الهيب والشولدر، بيحصل اوستيومايلايتس كومون خالص مع السيكل سيل ديزيز، الليج السرز ريسبيراتوري، العيان من كتر ما بيدخل في بالمونري انفاركشنز ريكورنت او بيدخل في بالمونري هايبرتنشن. ولسه في كومبليكيشنز تانية هنقولها في الشرايح الجايه. في مشكله بتقابلنا مع عيان السيكل اسمها اكيوت سيكل شيست سيندروم، وده بيحصل مع العيانين اللي بيحصل لهم انفكشن او بالمونري انفاركشن، بيدخلوا في سيفير اوكلوجن، فيدخل العيان في بالمونري انفاركشن ويحصل معاه ديسنيا وشيستبين وهايبوكسيا، ممكن يبقى الاكس راي فيها كونسوليديشن نتيجه الانفكشن، بتكون غالبا رابيد اونست وممكن تبقى جراديوال، بتؤدي الى الديث in few hours او in few days. تمام، initial management بتاعها العيان يبقى عنده هايبوكسيا وسيفير بين شيست بين وديسنيا، دي بتكون emergency اللي هي الاكيوت سيكل شيست سندروم، لازم intervention بسرعه باكسجين وانتيبيوتكس اكسشينج ترانسفيوجن عشان نبدا ندي العيان حاجه انواع من الهيموجلوبين تاني غير هيموجلوبين اس، بحيث ان الهيموجلوبين اس يقل اقل من 20%. تمام، من الكومبليكيشنز برضو بتحصل مع العيانين كاردياك بروبلمز زي الكارديوميجالي والاريزميا والاوفرلود كارديوميوباسي، واللي هو الايرون اوفرلود كارديوميوباسي الهيموسيدروز بيحصل، والمايوكارديا انفاركشن، والنيورولوجيكال ابنورماليتيز بتحصل في ربع العيانين، بيحصل سيريبرال انفاركشن او تي اي اي او سيريبرال هيموراج وكوما. تي اي اي يعني ترانزينت اسكيميك اتاكس، العيان بيبدا يحصل معاه نيورولوجيكال ديفكت بس ترانزينت ويرجع نورمال تاني. كوليولايسيسيس او بيجمنت ستونز في الجول بلادر، او يحصل هيباتوميجالي وليفر ديس فانكشن عشان السيكل سيل ديزيز.
الكومبليكيشنز برضو اللي بتحصل على مستوى الكدني، بيحصل كرونيك انترستيشال نيفرايتس، والاي بيحصل فيها ريتينوباسي وفيتريوس هيموريج وريتينال ديتاشمنت ممكن يحصل. البريجنانسي يحصل امبيرد بلاسنت، لو حصل بريجنانسي عينين السكل يحصل امبيرد بلاسنتال فلو بيؤدي الى سبونتينيوس ابورشن وانترا يوتراين فيتال ديث او انترا يوتراين جروث ريتارديشن او بريكلامسيا. تمام، هنشخص ازاي حالات السيكل سيل ديزيز؟ البلاد كاونت هنلاقي الهيموجلوبين زي ما قلنا قبل كده من 6 ل 8، الا لو كان في اي كرايسيس تقللينه عن 6. الريتيكولوسايت كاونت بيكون هاي من 10 ل 20%، طبعا احنا قلنا النورمال في الريتيكولوسايت لحد 2.5. يحصل سيكلينج للريد سيلز في البلاد فيلم، نشوفه زي ما احنا شفناه من شويه في الصور، ممكن نشوفه او نعمل له اندكشن بالصوديوم ميت باي سلفيت، او نعمل سيكل سولابيليتي تيست، او بنعمل الهيموجلوبين الكتروفوريسيس، وده طبعا هو الادق حاجه. هنلاقي مفيش هيموجلوبين ايه خالص، هيموجلوبين اس اس، و 2 ل 20% هيموجلوبين اف. The management of patient with sickle cell disease نعمل له ايه؟ غالبا العيان بيبقى نورمال من غير ما يكون، من غير ما يتعرض للاكستريم سيركمستانسز انوكسيا او غيره. الانوكسيا زي ان هو يسافر بطيارة مثلا في مكان بريشرايزد، او يكون في او اخذ اناسيزيا او تخدير، فلازم نتجنب البريسيبيتاتنج فاكتورز دي as much as possible. والاكيوت بينفول اتاك نديها اللي هو زي البين اللي بيحصل في البون او غيره، بندي سبورتيف ثيرابي، ندي انترافينوس فلويد عشان نقلل الاوكلوجن اللي حصلان ده، وندي اكسجين عشان نقلل الهايبوكسيميا وبالتالي نقلل السيكلينج، وندي انتيبيوتكس وانالجيزكس. ممكن نحتاج لمورفيا، يعني انجيزكس العاديه نون ستيرويد مش هتنفع من العيان، غالبا بندي مورفين. تمام، الهايبوسوبرينيزم بروفيلاكسز، العيانين دول بيدخلوا في هايبوسوبرينيزم يوجوالي، فلازم نديهم بروفيلاكسز اجينست انفكشن زي كانه عامل سبينكتومي بالظبط، نديله لونج اكتنج بنسلين، نديله فاكسينيشن اجينست نيموكوكال انفكشن وهيموفيلس انفلونزا، لازم ياخد الفاكسينيشن دي كل سنه او كل موسم، وياخد لونج اكتنج بنسلين، وغالبا لازم نمشي العيان على فوليك اسيد بشكل لايف لونج عشان بروفيلاكسز اجينست ميجالوبلاستيك انيميا. ذا بلاد ترانسفيوجن غالبا بيكون نوت نيدد الا لو كان العيان داخل في كرايسيس او داخل في مشكله كبيره، ممكن ندي بلاد ترانسفيوجن، لكن الانيميا العاديه اللي هي من 4 ل 6 دي ما بنديش بلاد ترانسفيوجن خالص. تمام، امتى ندي بلاد ترانسفيوجن؟ لما يكون في كاردياك فيلير او ترانزيانت اسكيميك اتاكس او ستروك او اكيوت شيست سيندروم او اكيوت سبلينيك سيكوستريشن او بلاستيك كرايسيس. تمام، ايه الهدف من الترانسفيوجن؟ ان احنا نقلل الهيموجلوبين اس لاقل من 20% عشان نقلل السيكلينج، وممكن نضطر الى اكستشينج ترانسفيوجن، نغير كل الدم بتاع العيان، وده بنحتاجه اكتر فين؟ في الاطفال، صعب ان احنا نعمله في الكبار لانه بيحتاج كميات كبيره من البلد، فاحنا بنعمل بولينج للسيركوليشن، بندي احنا بلاد ترانسفيوجن كتير خالص من بره نورمال هيموجلوبين طبعا، وبالتالي هيغير الهيموجلوبين الموجود مع العيان، هيموجلوبين اس بيقلله اقل من 20%. البون مارو ترانسبلانتيشن ده غالبا بنعالج بيه العيانين اللي عندهم سيفير كومبليكيشن، يكون تشيلدرن او يانج ادلتس. الكرايسيس تريتمنت حسب الكرايسيس ايه، اذا كانت ابلاستيك كرايسيس بندي باكد ار بي سيز، اذا كان سيكوستريشن كرايسيس هندي بلاد ترانسفيوجن ارجنت سبلينكتومي، اذا كان في فازو اوكلوزيف كرايسيس بنعمل جود هايدريشن وريبيتد اكستشينج ترانسفيوجن. الجين ثيرابي طبعا وده لسه مش موجود بقوه في مصر، ممكن بنعمل برينيتال سكرينينج ودايجنوز اوف سيفير هيموجلوبين ابنورماليتي عشان نتجنب زواج الاقارب والترانسميشن زياده، يعني يكون الاب والام هما اتنين عندهم ثلاسيميا او سيكل، لو عملنا برينيتال دايجنوزز وتجنبنا زواج الاقارب ده يبقى الاعداد اقل في الاوف سبرينجز، او نعمل انتينيتال دايجنوزز، او ممكن نعمل فيتال دي ان ايه اناليسيس عشان نشخص العيانين بدري، اذا كان في اي سيفير هيموجلوبين ابنورماليتيز ممكن تبقى مانجد. اهم نوع من انواع الميتابوليك ديس اوردرز عندنا في مصر هو جي 6 بي دي، جلوكوز 6 فوسفات هيدروجينيز انزيم ديفيشنسي، وده اللي بيعمل ريدكشن للناد بي للناد بي اتش، وده الاونلي سورس اوف جلوتاثيون اللي بيحافظ على خليه الريد سيل من الاكسيديتيف دامج. تمام، الديفيشنسي بتاع الانزيم ده كومن بروبلم بتحصل مع
ملايين الأطفال حوالين العالم، وإحنا في مصر عندنا كومن القصة دي، وكومن إن ميلز عن الفيميلز. طيب ايه اللي بيزود الديفيشنسي بتاع الانزيم ده اللي هو جي 6 بي دي، جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم؟ الاكيوت دراج انديوسد هيموليسيس دوز ريليتد، العيان لو اخذ ادويه معينه زي الهيدروكسيكلوروكين مثلا، زي بعض الانتي بايوتكس مثلا، او فافيزم يعني اكل فول بكل انواعه، فول او طعميه او فول حراتي او اي حاجه بصاره، اي حاجه فيها فول يبدأ يدخل في اوكسيديتيف ستريس ويحصل ديفيشنسي للجي 6 بي دي، او يدخل العيان في كرونيك هيموليتيك انيميا، وممكن العيان يكون عنده سيفير ديفيشنسي فبيجي من سنس تشايلد هود، يجي من بنيونيتال جوندس، او لو دخل في انفكشن، لو حصل له اي انفكشن بيبقى عرضه للجي 6 بي دي، بيخلي الخليه اكثر عرضه للاوكسيديتيف ستريس ويستهلك الكميه الصغيره الموجوده من الجي 6 بي دي اللي عنده، يخلي الخليه عرضه للاوكسيديتيف ستريس ويديني رابيد انترافاسكولار هيموليسيس. تمام، الرابيد انترافاسكولار هيموليسيس ده هيدين جوندس وهيموجلوبينوريا زي ما احنا قلنا قبل كده في انترافاسكولار هيموليسيس، واعراض شديده للانيميا. فجاه الطفل بقى بيل، وفجاه بدا يبقى عنده ريد يورين اللي هو هيموجلوبينوريا وجوندس. ايه اشهر الادويه اللي بتعمل هيموليسيس؟ الانجيزكس زي الاسبرين، انتي ملاريال زي الكلوروكين، انتي بكتيريال زي السلفونامايدز او الدابسون، النيتروفيرانتوين او كلورامفينيكول، دول مشهورين خالص بيعملوا جي 6 بي دي ديفيشنسي، او بعض الادويه الثانيه زي فيتامين كي، البروبانسيد او ناليديكسيك اسيد، دي كلها ادويه بتعمل دايمر كابرول اللي هو الانتاجونست بتاع الماريفان. كل الحاجات دي ممكن تدخل عيان، يبقى الليسته دي مفروض عيان جي 6 بي دي يتجنبها تماما، لانه لو اخذ اي نوع من الادويه دي هيدخل على طول في سيفير ديفيشنسي ويبدا يدخل في سيفير انترافاسكولار هيموليسيس. طبعا اذا ما حصلش سيفير ديفيشنسي البلاد كاونت هيكون نورمال ما بين الاتاك والتانيه، اذا ما حصلش فيه بروفوكينج او حاجه زودت الديفيشنسي ده زي انفكشن او زي دراجز او زي فافيزم او اي حاجه من الحاجات دي، هيبقى صوره الدم نورمال تماما بين الاتاكس. لكن في اثناء الاتاك بيحصل ريتيكولوسايتوزس، بيحصل ابنورمال شيب، نلاقي فيه سفيروسايتس ونلاقي فيه هاينز بودي، الديبوزيشن بتاع الهيموجلوبين انتو سيلز اسمه هاينز بوديز، نشوفها في الخلايا، ويكون في ريتيكولوسايتوزس، الهيموليسيس يبقى واضح، كل اعراض الهيموليسيس اللي احنا قلناها من ريتيكولوسايتوزس، من انكريزد ال دي اتش، من انكريزد انكونجوجيتد بيلروبين. والجي 6 بي دي ديفيشنسي ده بنعمله نقيس الجي 6 بي دي هنلاقيه ديفيشن. المانجمنت بتاع عيان الجي 6 بي دي ازاي؟ اول حاجه افويد الاوفندنج دراجز، افويد انفكشن او حصل انفكشن ايرلي تريتمنت، ممكن نحتاج بلاد ترانسفيوجن اثناء الاتاك، سبرينكتومي غالبا مش بنحتاجها الا لو كانت الانيميا بريزيستنت والاتاكس فريكوينت، ممكن نضطر الى سبرينكتومي. كده خلصت محاضره الانهيرتد ديس اوردرز اللي علينا، ونكمل ان شاء الله في المحاضره الجايه الاكوايرد ديس اوردرز اوف هيموليتيك انيميا.